كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوفك الكرام. مبروك 3 نقاط مستحقه بيضعها النادي الاهلي في رصيده في ضربه البدايه لبطوله ودرع الدوري رقم 43 عقب نهايه اللقاء، وفوز النادي الاهلي على المقصه ب3 أهداف مقابل هدف. يسعدنا ان يكون معنا الكابتن سامي مصون. كابتن سامي مبروك على الفوز، فوز مهم جدا في البدايات، ودايما البدايات بتكون هي عنوان البطوله وبتسهل عليك طريق البطوله. طبعا طبعا تحياتي طبعا للكابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت البدايات مهمه جدا، يعني انت شايف الدوري بادئ بقوي جدا، كل الفرق مستعديه كويس، كل الفرق عندها دوافع كبيره خصوصا في الاول، بنلعب فرقه طبعا منظمه عندها مدير فني على اعلى مستوى كابتن ايمن جلال، من المدربين المميزين جدا اتفرجنا عليهم عارفين اسلوب لعبهم. يمكن اشتغلنا كويس الشوط الاولاني وضغطنا كويس وقدرنا نسجل هدف من ضربه جزاء، وبعد كده جت لنا كذا فرصه ما استغلناهاش كويس، يعني لكن نهينا برده الشوط بهدف علينا يعني. لكن اعتقد الشوط الثاني كان الاداء افضل، استحواذ اكتر، تركيزنا اكتر، اللي احنا عندنا هدف لازم نحققه، وده الحمد لله اللي حصل. التغييرات برضو اثرت معانا في شكل الفرقه وشكل النتيجه. اعتقد الحمد لله بدايه مبشره، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. كابتن سامي، اعتقد سيناريو اللقاء وان نتقدم بهدف فريق المقصه يتعادل وارجع مره ثانيه في الشوط الثاني نتقدم بهدف الثاني دخلكم بسرعه في اجواء البطوله، والمباراه ما تحسهاش ان هي مباراه في بدايه الدوري. ما انت زي ما قلت لك الفرق كلها مستعديه استعداد كويس جدا يعني، وطبعا صعوبه المباراه طبعا ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي، كل الفرق بتعمل اقصى حاجه بالنسبه لها يعني، لان عارف البطل دايما كل الناس بتقاتل قدامه يعني. لكن الحمد لله بقول لك تاني الحمد لله اللي بدايه مطمئنه الحمد لله، وان شاء الله اداء انا عارف برضو لسه ما وصلناش للمستوى اللي احنا عاوزينه، لكن يعني كل العذر للعيبه طبعا ان انت بعد بطولتين كبار زي بطوله افريقيا وكاس مصر، ان انت برضو عاوز محتاج ان انت ترجع الدوافع تاني وترجع التركيز تاني، فاعتقد الحمد لله دي خطوه كويسه وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. دورك ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ والمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين في تجديد الدوافع، وحضرتك اتكلمت في نقطه في غايه الاهميه، والنقطه المهمه كمان ان الاهلي بيحافظ على معدل التهديف، ان انا دايما في اول 10 دقائق النادي الاهلي بيحرز هدف، عملها النهارده وعملها في اكتر من لقاء، ده بيدل على معدل التركيز اللي بيبقى عند لعيبه النادي الاهلي. طبعا الراجل بيشتغل على الحاجات دي كتير، وانت عارف ان النادي الاهلي دايما بيبص البطولات، يعني حتى بعد ما بتاخد بطوله بتبص البطوله اللي بعدها، وده اللي حصل لنا يعني. يمكن زي ما قلت لك يعني البدايه شويه اللي هي بعد بطوله كبيره قاريه زي بطوله افريقيا دي الغايبه بقى لها فتره، بطوله كاس مصر برده غايبه بقى لها فتره، فاللعيبه عملت مجهود بدني كبير وذهني كبير وكان عندهم ضغوط كبيره، فالحمد لله واحده واحده يعني احنا مش مستعجلين، وان شاء الله اللعيبه ترجع واحده واحده ونفس الاداء ونفس انا عارف ان النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحب الكره الهجوميه، يحب الكره كويسه. يمكن الشوط الثاني الحمد لله كان شكل افضل، ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله تكون افضل وافضل. مكاسب متعدده لفريق النادي الاهلي النهارده، محمد شريف بيجربه في مركز راس الحربه، بيلعب مباراه كبيره، بيكتسب عوده اليو ديانج من جديد لتشكيله النادي الاهلي، الثبات والانسجام اللي ما بين بدر بنون وايمن اشرف، وموجود معانا برضه رام ربيعه وياسر ابراهيم. بص كل اللعيبه بالنسبه لنا لعيبه مهمه جدا يعني، انت يمكن افتقدنا النهارده مروان، النهارده موجود محمد شريف برده بيأدي اداء كويس، والنهارده عمل اداء كويس جدا واحرز هدف، اعتقد مش عارف يعني حاسينه نعم في الملعب اللي هو هدف، بس مش عارف يعني في التلفزيون كان شكله ايه. النهارده برده ناصر ادى اداء كويس لحد ما اتصاب يعني، ان شاء الله ربنا يسلمه ويشفيه. ديانج انت عارف لسه راجع من كورونا، مهم جدا ان انت يرجع واحده واحده. صلاح محسن النهارده برده بيخش وعامل برده اداء كويس في الفترات القليله اللي لعب فيها. جيراردو نفس القصة، بدر بنون زي ما انت قلت وايمن، فكل الحمد لله ديت يعني ان شاء الله مع كل الماتشات ان شاء الله اللعيبه تخش ويبقى في منافسه كبيره، وانت عارف طبعا الافضل هو اللي هيبقى مستمر والافضل للفرقه ان شاء الله واللي يتحقق ان شاء الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق في المباراه. شكرا يا محمد، شكرا.